بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 71. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزوة خيبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لما انتهى ما دار وحصل في الحديبية وتم الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على وضع الحرب بينهما 10 سنين، حينئذ تفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من قتال قريش ومن حولها. بقي أن يكمل إجراءاته مع اليهود الذين خانوا العهد بالمدينة وهربوا أو رحلوا إلى خيبر وإلى الشام وأذرعات. فغزا صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر، وهي بين صلح الحديبية وبين فتح مكة. وخيبر اسم البلد الزراعي الذي يقع شمالي المدينة، لا يزال بهذا الاسم إلى الآن، وكانت تقطره فلول اليهود الذين خانوا العهد، رحلوا عن المدينة، لكن شرهم باقٍ، لم ينتهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكمل ما بدأه معهم لما نقضوا العهد، لأنهم يتألبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أراد أن يجهز عليهم لأنهم خونة من عهد موسى عليه السلام، هم خونة الأنبياء وخونة العهود، وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فهم آفة بشرية لا بد من القضاء عليهم مع الإمكان. نعم. قال موسى بن عقبة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج إلى خيبر. نعم، بعد الحديبية وإبرام العهد مع المشركين أراد أن يواصل مع اليهود الانتقام منهم ليسلم المسلمون من شرهم، فغزا خيبر بعد ذلك مباشرة بعدها بأيام. نعم. ثم خرج إلى خيبر واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه. واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله عنه،
نعم، كان صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يستخلف على المدينة إذا سافر منها، يستخلف عليها من يقوم بشؤونها ويتولى أمور المسلمين فيها، لا سيما في الصلاة. استخلف سباع بن عرفطة رضي الله عنه. نعم. وقدم أبو هريرة رضي الله عنه حينئذ فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح. نعم، أبو هريرة تأخر إسلامه إلى عام خيبر، وهو من قبيلة دوس في الطائف، قبيلة دوس، فقدم على المدينة مسلما، وصادف سباع بن عرفطة أميرا عليها بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى معه الفجر وزوده سباع بالزاد، فواصل السير إلى خيبر ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. نعم. فسمعه يقرأ في الأولى كاف ها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين. نعم، سمع أبو هريرة سباعا يقرأ في الفجر في الركعة الأولى سورة مريم، وفي الثانية بسورة المطففين، ويل للمطففين. نعم. فقال في صلاته ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا كال كال بالناقص وإذا اكتال اكتال بالوافي. لما سمع الآية ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، تذكر أن هناك رجلا متلبس بهذه الجريمة، وهي أنه يأخذ الكيل لنفسه وافيا ويعطي الناس الكيل ناقصا، هذا هو التطفيف. نعم. ثم زوده سباع فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم عليه في خيبر. نعم. فكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. نعم، لما قدم وقد غنم المسلمون من هذه الغزوة، وهو لم يحضرها لكنه سافر إليها قاصدا الجهاد مع المسلمين، رسول صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه في أن يجعلوا له شيئا من سهامهم مواساة له. نعم. ولما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم ركب. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر صلى الصبح قريبا منها، ثم ركب وحاصرها في الصباح الباكر. نعم. صلى الصبح ثم ركب، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم لأرضهم ولا يشعرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. فلما اليهود ما علموا بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، فجاءهم صلى الله عليه وسلم
خرجوا على عادتهم لحروثهم وزروعهم، معهم المساحي والمكاتل على عادتهم، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا محمد والخميس، يعني الجيش. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة العظيمة: الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا، يعني تفاءل الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، يعني قريبا منهم، مساء صباح المنذرين. المنذرين هم أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهم يعلمون أنه رسول الله. نعم. ثم ذكر حديث إعطاءه علي رضي الله عنه الراية. الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرها وطال الحصار لأنهم تحصنوا في حصنهم المنيع، حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أياما كثيرة، اشتد بهم الأمر والجوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فعند ذلك كل واحد من الصحابة يتطلع أن يكون هو ذلك الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. كل منهم يتطلع من هو الذي يعطيه الراية، ذلك لرغبتهم في الخير والحصول على هذه البشارة. ولما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يريد أن يعطى الراية، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ وكان رضي الله عنه قد تأخر لوجع عينيه. قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، أصابه رمد. فدعا به الرسول صلى الله عليه وسلم وبصق في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع، لما جعل الله في ريق الرسول صلى الله عليه وسلم من البركة والشفاء، فشفاه الله حالا وذهب ما به من بأس، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم دفع إليه الراية فتبين من هو هذا الرجل، وأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له: امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم. والرسل معناها التأني في المشي وعدم العجلة. امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني قريبا من حصنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يدعو الكفار عموما وأهل الكتاب خصوصا، يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال، فإن أسلموا قبلهم وإن أبوا الإسلام قاتلهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما يكفي أنك تقول الإسلام والإسلام طيب والإسلام فيه خير، نعم هذا صحيح، لكن
لازم من بيان ما هو الإسلام، ما هو الإسلام. الدعوة إلى الإسلام تستدعي أن يبين للناس ما هو الإسلام، ولا يكتفى بلفظ الإسلام فقط. أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل النفيسة، رجل الواحد إذا اهتدى على يديك، فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها مقدمة على الجهاد. فذهب علي رضي الله عنه، حاصر الحصن، دعاهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلهم، نصره الله عليهم وفتح الحصن، تحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله يفتح الله على يديه. فهذا فيه من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. ثم ذكر حديث إعطاءه علي رضي الله عنه الراية ومبارزته مرحبا. نعم. خرج مرحب ابن أبي مرحب من فرسان اليهود، من فرسان اليهود المشهورين، وطلب المبارزة، بارزه علي رضي الله تعالى عنه فقتله. نعم. وهذا أول النصر. نعم. وذكر قصة عامر بن الأكوع رضي الله عنه. كذلك عامر بن الأكوع تبارز مع رجل من اليهود، فتبادل ضربتين بالسيف، فرجعت سيف سلمة عامر، رجعت سيف عامر بن الأكوع رضي الله عنه على رجله، فجرحته وقطعت رجله، ثم استشهد رضي الله عنه عامر بن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع. نعم. ثم حاصرهم فجهد المسلمون فذبحوا الحمر فنهاهم. نعم. لما طال الحصار ونفدت الأزواج التي معهم، جاعوا جوعا شديدا، فنحروا الحمر الأهلية، نحروا الحمر الأهلية وطبخوها. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القدور تغلي باللحم قال ما هذه؟ قالوا لحوم الحمر. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفأوا القدور، وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، قال إنها رجس، يعني نجسة. فأهراقوها، وبعد ذلك فتح الله خيبر، وذهب ما بهم من الجوع ومن الحاجة بما أعطاهم الله من مغانم خيبر. نعم. ثم صالحهم صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم. نعم. صالحهم على أن يجلوا من خيبر وتكون للمسلمين ولهم ما حملت ركابهم من أمتعتهم وأثاثهم، يحملونه معهم. فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا من ذلك أن يعاملهم عليها، يكونون مزارعين للمسلمين بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع. فهذا فيه دليل على جواز المزارعة، جواز المزارعة والمساقات، مساقات على الشجر والمزارعة لزرع الأرض بنصف أو بالجزء الذي يتفقون عليه
بشطر ما يخرج منها، يعني بنصف ما يخرج منها، النصف لليهود في مقابل عمالتهم، والشطر الثاني وهو النصف الثاني للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على ذلك لأنهم أخبر بزراعة خيبر وأدرى بذلك، عندهم خبرة في ذلك. نعم. ولهم ما حملت ركابهم وله الصفراء والبيضاء، له الذهب والفضة هذه لا يأخذونها، وأما المتاع والأثاث فيأخذون ما تحمله ركابهم. نعم. واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمة له، اشترط أن من كتم شيئا من الذهب أو الفضة أنه لا ذمة له، يعني لا يشمله هذا العهد. وكان حيي بن أخطب جاء من المدينة مع بني النضير ومعه ذهب كثير، فسأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، سأل عمه، سأل عم حيي بن أخطب أين ذهب الذهب الذي مع الذي مع حيي بن أخطب، سأل عمه فقال أن نفد المال، أكلته الحرب وأكلته النفقات. قال صلى الله عليه وسلم مكذبا لذلك: العهد قريب والذهب كثير، فلا يمكن أنه ينفق الذهب كله في فترة يسيرة. ثم دفعه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه وأمره أن يمسه بعذاب، لأن القرينة تدل على أنه كذاب، هذا فيه دليل على التعزير، على تعزير المتهم، في هذا دليل على تعزير المتهم إذا كانت هناك قرينة على أنه كاذب في جحوده. فلما ذاق العذاب قال: أنا ما أدري، لكن أنا أشوف حيي بن أخطب يدخل في هذه الخربة ويخرج. فدلهم على الذهب وبحثوا عنه وجدوه مدفونا في الخريبة، فأخذه المسلمون. نعم. واشترط أن من كتم أو غيب فلا ذمة له. نعم. وقد كتموا ذهب حيي بن أخطب، عمه وابن عمه كتموه فانتقض عهدهم بذلك. نعم. فغيبوا مسكن لحيي بن أخطب ثم ذكر الحديث، فلما أراد إجلاءهم قالوا: دعنا فيها، فأعطاهم إياها على الشطر مما يخرج منها. نعم. لما أمر بإجلائهم، يعني اصطلح معهم على ترك قتلهم وأن يجلوا منها، عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتركهم يعملون فيها بالشطر مما يخرج منها من الغلة، هذا فيه دليل على جواز عقد المزارعة والمساقات، مزارعة للأرض والمساقات للشجر. نعم. فأعطاهم إياها على الشطر مما يخرج منها، ما بدا له أن يقرهم. نعم. ما حدد لهم المدة في هذا العقد، وقال: نقركم فيها ما شئنا. فهذا دليل على أن عقد المساقات والمزارعة عقد جائز، والعقد الجائز هو الذي لكل من الطرفين نقضه، هذا الجائز. أما العقد اللازم فهو الذي لا يجوز للطرفين نقضه. نعم. ولم يقف صلى الله عليه وسلم بعد الصلح إلا ابن أبي الحقيق للنكث،
الذين نكثوا العهد وكذبوا وأخفوا الذهب قتلهما رضي الله عنه. نعم. وسبى رسول الله قتلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية. وقعت صفية بنت حيي بن أخطب السبي، من جملة السبي، ووقعت في سهم أحد الصحابة فأعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها، فصارت من أمهات المؤمنين هذه صفية رضي الله عنها. وقصة حصولها مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية وكانت تحت ابن أبي الحقيق الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعرض عليها الإسلام فأسلمت فأعتقها وجعل عتقها صداقها. هذا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة، أي تعين أن الصداق يكون دراهم، يجوز أن يكون منفعة مثل العتق، مثل تعليم القرآن، مثل تعليم صنعة. نعم. وكذلك موسى عليه السلام تزوج ابنة شيخ مدين على أن يرعى الغنم 10 سنين. نعم. 8 سنين أين تم 10 فمن عنده، فزوجه ابنته على ذلك. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني ترعى الغنم 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك. فتزوجها موسى عليه السلام بالمهر وهو رعي الغنم. هذا دليل على أنه يجوز أن يكون الصداق منفعة. نعم. وقسم صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما. نعم، للغانمين، لأنها فتحت عنوة، إذا فتحت عنوة فهي للغانمين، يخير فيها الإمام، الأراضي يخير فيها الإمام، المال المنقول هذا يقسم بين الغانمين، وأما المال الثابت مثل الأراضي والمزارع هذه يخير فيها الإمام، إن شاء وزعها على الغانمين، وإن شاء أوقفها على المسلمين عموما. نعم. وقسم صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، كل سهم 100 سهم، فكان نعم. له وللمسلمين النصف، والنصف الآخر لنوائبه. نعم. وما ينزل به من أمور المسلمين. نعم. قال البيهقي: لأن شطرها فتح صلحا، وهذا بناء منه على أصل الشافعي أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة. عنوة. أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة. نعم، الأرض التي جلوا عنها أو صالحهم عليها هذه تسمى بالفيء، هذه توقف للمسلمين، تجعل غلتها للمسلمين ويجعل عليها خراج كل سنة على من هي بيده، يعني أجرة تكون لبيت مال المسلمين. أما التي فتحت عنوة فهذه غنيمة، تكون غنيمة للمسلمين، يقسمها بينهم. وهكذا كانت خيبر. نعم، فتحت عنوة. نعم. ومن تأمل تبين أنها كلها عنوة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنها فتحت كلها عنوة وليس نصفها. نعم. والإمام مخير في الأرض بين قسمها ووقفها، وقسم بعضها ووقف بعض. نعم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع 3. نعم. فقسم قريظة والنضير، ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الأحكام الثلاثة، أن يوقفها، أن يوزعها على الغزاة، أن يوقف بعضها ويوزع بعضها، وكلا الأحكام الثلاثة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحوال مختلفة. فقريظة والنضير هذه وقفها الرسول صلى الله عليه وسلم. مكة لم يقسمها الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقسمها، أوقفها ولم يقسمها. خيبر فعل الاثنين، الوقفية والتوزيع. نعم. ولم يغب من أهل الحديبية. نعم. والإمام مخير في الأرض بين قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف بعض. نعم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير. قسم قريظة والنضير في المدينة، غزوة بني قريظة وغزوة بني النضير، قسمها بين الغانمين. نعم. ولم يقسم مكة. أما مكة فلم يقسمها، اختلف العلماء هل فتح مكة عنوة أو صلحا، والصحيح أن بعضها فتحه صلحا وبعضها فتحه عنوة، لكنه ترك قسمتها كلها. نعم. وقسم شطر خيبر وترك شطرها. نعم. ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر رضي الله عنه فقسم له. ولم يغب من أهل الحديبية إلا جابر رضي الله عنه. نعم، الذين حضروا صلح الحديبية هم الذين أعطاهم الله خيبر جزاء لهم على صدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فتح الله على أيديهم خيبر، إلا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو ممن حضر بيعة الرضوان، لكنه تغيب عن غزوة خيبر وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه منها. نعم. وقدم عليه جعفر رضي الله عنه وأصحابه ومعهم الأشعريون رضي الله عنهم. وفي هذه الغزوة أيضا قدم جعفر ابن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة، قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر. نعم. وفيها وقدم عليه جعفر وأصحابه ومعهم الأشعريون رضي الله عنهم. الأشعريون قبيلة في اليمن، منهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم. وسمته امرأة من اليهود في شاة أهدتها له فلم يعاقبها. نعم، امرأة من اليهود، اليهود ما يتركون الشر لا رجالهم ولا نساؤهم، فجاءت امرأة من اليهود وشوت أو طبخت شاة أو شاة مصلية أهدتها للرسول صلى الله عليه وسلم وهي مسمومة تريد قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول تناول منها من هذه الشاة فأصابه أثر من السم عليه الصلاة والسلام، وبقي معه حتى مات صلى الله عليه وسلم، حتى مات والسم يؤثر فيه. فهذا من خيانة اليهود وقتلهم للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وسمته امرأة، وهذا يدل على أن الرسول بشر عليه الصلاة والسلام، يجري عليه ما يجري على البشر، وأنه يؤثر فيه السحر ويؤثر فيه السم يؤثر فيه المرض لأنه بشر. نعم.
وسمته امرأة من اليهود في شاة أهدتها له فلم يعاقبها، وقيل قتلها بعدما مات بشر بن البراء. نعم، بشر أيضا بن البراء تناول من هذه الشاة فمات بسببها، الرسول لم يعاقبها على ما فعلت، تركها. نعم. وكان بين قريش تراهن منهم من يقول يظهر ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. نعم. وكان بين قريش تراهن منهم من يقول يظهر ومنهم الرسول، يعني تراهنت قريش لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، تراهن واحد يقول الرسول سينتصر واحد يقول لا سينتصر اليهود. نعم. فمنهم من يقول يظهر ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. نعم. وكان الحجاج بن علاق قد أسلم وشهدها ثم ذكر قصته. نعم. وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم. الآن انتهى من سياق الغزوة، وأراد يبين ما فيها من الأحكام الفقهية وهي كثيرة، وهذا من ميزات هذا الكتاب النفيس في السيرة، أنه يذكر فقه السيرة ولا يقتصر على السرد، سرد الأخبار. نعم. وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم لأنه خرج إليها في المحرم. نعم، الأشهر الحرم هي التي حرم الله القتال فيها في الجاهلية، وهي أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، ثلاثة سرد وواحد فرد، هذه الأشهر الحرم، وذلك من أجل أن يتأمن الحجاج والمعتمرون فلا يهيجهم أحد في السفر إلى الحج والعمرة، هذا في الجاهلية. وكانوا كما ذكر الله يعملون فيها النسيء، تلاعبون فيها، يقدمونها ويؤخرونها، إنما النسيء زيادة في الكفر، ضلوا به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فهذا النسيء الذي يعمله المشركون في الأشهر الحرم يغيرون فيها على حسب رغباتهم. فلما جاء الإسلام اختلف العلماء، هل الأشهر الحرم باقية يحرم القتال فيها أو أنها نسخت؟ شيخ الإسلام وابن القيم يرون أنها نسخت، وجماعة فريق آخر يرون أنها باقية لم تنسخ، والصحيح أنها نسخت في الإسلام، لأنه لا حاجة إليها، والحمد لله تأمن الحجاج والمعتمرون فلا حاجة إليها. نعم. ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة وللراجل سهم. أعد. وفيها من الفقه القتال في الأشهر الحرم لأنه خرج إليها في المحرم. والمحرم من الأشهر الحرم، غزا خيبر في شهر المحرم وهو من الأشهر الحرم، لكن هذا يقال إنه نسخ، يعني هذا دليل من أدلة النسخ. نعم. ومنها قسم المغانم للفارس ثلاثة وللراجل سهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم المغانم على المجاهدين هكذا، للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد. نعم. ومنها أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمس، لأخذ ابن المغفل رضي الله عنه جراب الشحم الذي يؤخذ من الكفار إذا كان من الأشياء التي لا تبقى
مثل الفاكهة، مثل الطعام، مثل هذه لمن وجدها، ولا تدخل في الغنيمة، لمن وجدها، الطعام، الفاكهة، الشيء الذي لا يبقى، هذا لمن وجده. نعم. وفيها ومنها أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمس، لأنه ليس غنيمة ولا يبقى. نعم. لأخذ ابن المغفل جراب الشحم، لأن ابن المغفل وجد جرابا من الشحم فأخذه ولم يضعه في الغنيمة، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجده فرح وقال لا أعطي أحدا منه شيئا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. نعم. ومنها أن المدد إذا لحق به بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش، لأن أبا هريرة لما جاء بعد الحرب لم يعطه الرسول مثل الغزاة، وجاء يريد الغزو لكن فاته الغزو، لكنه استأذن من المسلمين فأعطوه. نعم. ومنها أن المدد إذا لحق به بعد الحرب لا يسهم له إلا بإذن الجيش، لأن أبا هريرة جاء مددا للمسلمين، جاء مددا للمسلمين لكن بعد الحرب، ولم يكن له استحقاق في الغنيمة إلا برضا المجاهدين. نعم. لا يسهم له إلا بإذن الجيش، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم أصحابه لأهل السفينة. نعم. ومنها تحريم لحوم الحمر وعلل بأنها رجس. ومنها تحريم لحوم الحمر وعلل بأنها رجس، كما سبق لكم لما رآهم يطبخونها ولا من شدة الجوع، فالرسول منعهم منها وقال إنها رجس يعني نجسة. ومنهم من علل هذا بأنها تأكل العذرة من الجوال، جوال للقرية، لكن الصحيح أنها حرام لأنها رجس نجسة العين، والرجس نجس العين، فلا يجوز أكل النجس مثل الكلاب والسباع، وهذه نجسة العين ما يجوز أكلها، والخنزير. نعم. وهذا مقدم على من علل بغير ذلك كقول من قال إنها لم تخمس. بعضهم يقول أن الرسول منع أكلها لأنها لم تخمس، لأنهم ذبحوها قبل أن تقسم الغنيمة وهي غنيمة، هذا غلط. منهم من قال لأنها تأكل العذرة، وهذا غلط. تعليل الصحيح تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فإنها رجس. نعم. وهذا مقدم على من علل بغير ذلك كقول من قال إنها لم تخمس أو إنها تأكل العذرة. نعم. ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا. نعم. كما ذكرنا لكم أن المهادنة عقد جائز، ليست من العقود اللازمة، وكذلك المساقات والمزارعة عقد جائز، لأن العقود على قسمين: عقود لازمة ليس لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر، وعقود جائزة لكل من الطرفين فسخه وإن لم يرضى الطرف الآخر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف عند هذا. نعم. بسم الله إليكم صاحب الفضيلة، جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: الحمر الأهلية هل المقصود بها التي أهلت بين الناس؟ الحمر الأهلية خلاف الحمر الوحشية، الحمر الوحشية حلال صيد، والحمر الأهلية فهي التي تعيش مع الناس ويركبونها ويحملون عليها، متأهلة يعني ليست متوحشة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله: وهل في الحمر الوحشية أنها ترجع إلى أصلها فتكون حراما؟ لا، الحمر الوحشية حلال، حلال
بقوله تعالى: حل لكم صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم، هذا الصيد البر، وأما البحر فإنه حلال للمحرم وللحلال صيد البحر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين المهر والصداق؟ هو المهر والصداق هو. نعم. وآت النساء صدقاتهن نحلة، والصدقات جمع صداق ويسمى بالمهر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يسمونها الناس الآن الجهاز، المعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الإجلاء وما معنى قوله تعالى؟ يقول: ما معنى الإجلاء؟ الإجلاء، إيه نعم، الإجلاء ترحيل اليهود، إجلاءهم ترحيلهم. نعم. ويسأل عن قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يعني من النظير؟ يعني النظير: لولا أن الله كتب عليهم الجلاء من المدينة إلى خيبر وأذرعات لعذبهم وعجل لهم العقوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صفية رضي الله عنها من سبي قريظة أو سبي خيبر؟ لا، من سبي خيبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في قول الشيخ رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر قسمين، قسم للنبي والمسلمين والقسم الآخر لنوائبه، ما معنى لنوائبه؟ النوائب التكاليف المالية التي يحتاجها الإمام، بيت مال يعني. النوائب يعني بيت المال الذي ينفق منه ولي الأمر لحاجة المسلمين إذا نابت نائبة، عرضت عارضة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل تنصحون طالب العلم بقراءة زاد المعاد أم بقراءة المختصر؟ كلاهما طيب، إذا إنك كسلان اقرأ المختصر، إذا أنك نشيط اقرأ في الأصل، هذا أحسن. نعم. ويسأل يقول: هل يغني زاد المعاد عن غيره من كتب السير؟ لا، ما يغني عن غيره من كتب السير. كل ما تيسر لك وقدرت طالع في كتب السير الصحيحة، السير الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، كيف نجمع بين هذه الآية وبين قصته عليه الصلاة والسلام مع المرأة اليهودية التي وضعت له السم في الشاة؟ هذه خيانة. وأما يعصمك من الناس، من بأس الناس وقتلهم لك ومنعهم إياك من المضي في الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قتلته اليهود؟ تسببت في قتله، هي حاولت قتله بإلقاء الصخرة عليه لما ذهب لبني النضير، وهذه المرأة سمته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لأحد أن يتملك أراضي مكة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوقفها؟ ما هو الكلام على أن أوقفها، الكلام على أن حرم، على أن مكة حرم وفجاجها للمسلمين، والمسألة فيها خلاف. هل تملك يعني رباع مكة، هل تملك وتباع وتشترى، أو أنها لمن احتاج من المسلمين ينزل فيها بلا أجرة؟ على قولين، والصحيح أنها تملك وتباع وتشترى وتؤجر، ولولا ذلك لخربت مكة. فكونها تملك وتبنى
وتؤجر وتباع، هذا عمارة لمكة، وهذا فيه مصلحة للحجاج والمعتمرين أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. لكن مذهب الشافعي رحمه الله أنها مشتركة، لا تباع ولا تؤجر ولا، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الدليل على أنها تباع لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: تنزل دارك غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ يعني أنه باعها، عقيل بن أبي طالب باع منازل المهاجرين، فدل على أنه تباع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين مكة ومنى؟ مكة منى من مكة، منى من مكة داخل الحرم، داخل الأميال، هذا الحرم، الحرم ما كان داخل الأميال، وكله يسمى مكة، يسمى الحرم، يسمى فجاج مكة. نعم، أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: من فعل المعصية في الأشهر الحرم هل عليه زيادة في الإثم بخلاف غيره من الأشهر؟ نعم، يفعل المعصية في الحرم والأشهر الحرم يكون عليه زيادة إثم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: الحمار الوحشي هل هو الحمار المخطط بالأبيض والأسود، أو هو الوضيحي الذي يشبه الغزال؟ رحل البر أخي وتشوف الحمر وأنواعها، هي أنواع، ما هي بنوع، أنواع، ما هي كلها مخططة ولا هي كلها بيضة، بعض وبعض. نعم، أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لما ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم، يقول: لما ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قريضة، فكيف تقسم وإنما هي فيء بدلالة قوله تعالى: فما أرجفتم عليه من خيل ولا ركاب؟ ما قسم ديار بني النضير، ما قسمها، أعطاها الله لرسوله، أعطاها الله، الذي قسمها، التي قسمها الله خيبر، خيبر عيب ديار بني النضير. نعم، أحسن الله إليكم. وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فهي للرسول صلى الله عليه وسلم لنوائبه. ثم قال جل وعلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذه اللي هي مغانم، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم، أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الأرض المفتتحة عنوة وبين الأموال المنقولة؟ هل توزع كلها أم التوزيع خاص بالأموال المنقولة؟ المنقولة توزع للغانمين، توزع عليهم، وأما الأراضي المغنومة فالإمام مخير، إن شاء قسمها بين الغانمين كما قسم خيبر، وإن شاء وقفها للمسلمين عموما بخراج مستمر يضرب عليها. نعم، أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنه ليغان على قلبي أو يران على قلبي فأستغفر الله 70 مرة، ما معنى يغان على قلبي أو يران على قلبي؟ يعني غفلة، يصيبه الغفلة أحيانا عن ذكر الله عز وجل، أو ينشغل بذلك عن ذكر الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي في الشهر 8 من الحمل، ويقول الأطباء إن الجنين غير مكتمل. يقول: زوجتي في الشهر 8 من الحمل، ويقول الأطباء إن الجنين غير مكتمل، وفيه تشوهات في الأطراف، حتى أوصت الطبيبة المختصة بإسقاط الجنين، علما بأنها طبيبة موثوقة، فهل يجوز إسقاطه؟ لا، ما يجوز إسقاطه إلا إذا قرر الأطباء، ما هو طبيبة واحدة، 3 من الأطباء فأكثر قرروا أنه لو بقي على الأم خطر، على الحامل خطر في حياتها،
فهنا يسقط الجنين لإبقاء حياة أمه. أما إذا كان ليس على أمه خطر من بقائه فيترك، يترك لله عز وجل، إن شاء عافاه وإن شاء قبضه إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة كبيرة وتوفي عنها زوجها، امرأة كبيرة نعم وتوفي عنها زوجها، وسافرت مع ولدها لحاجة إليه، وسترجع إلى بلدها بعد مدة من الزمن، فهل فعلها هذا جائز؟ تعيد السؤال. وسلمك الله. امرأة كبيرة وتوفي عنها زوجها وسافرت مع ولدها لحاجتها إليه، وسترجع إلى بلدها بعد مدة من الزمن، فهل فعلها هذا جائز؟ تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، يعني هذا من أحكام الإحداد، تلزم البيت ولا تخرج منه إلا لعذر، لعذر شرعي، تتحول عنه لعذر شرعي حيث لا تستطيع الإقامة فيه. نعم. والسفر لا تسافر حتى تكمل عدتها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: لي قريب دائما إذا لقي بي يقول: يا سويلم يا ولد العم، يا مفرج عن القلب الهم، فهل في هذا الشيء ممنوع؟ لا، لا بأس، لا بأس بذلك، هو يحسن بك الظن ويمدحك، تبي ترد عليه تقول لا، هو يمدحك يا أخي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أقول لأي رجل: أعوذ بفلان منك، وهو حي قادر موجود؟ لا بأس بذلك، يعني تلتجي إليه يحميك، يحميك من هذا الذي تخاف منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم المال الذي تعوضه الشركة للعامل؟ لكن لو قلت ألوذ، لو قلت ألوذ بك، ألوذ بك أحسن من أعوذ. نعم. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم المال الذي تعوضه الشركة للعامل الذي تعرض لحادث خطير أثناء العمل، تسبب له هذا الحادث في إعاقة، علما بأن هذا التعويض من الشركة وليس من شركة التأمين؟ هذا شرط، المسلمون على شروط، إذا شرطوا هذا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو المراد بصلاة التسبيح وكيف تصلى؟ صلاة التسبيح بدعة، لأنه لم يثبت دليلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مخالفة للصلوات المشروعة في كيفيتها، فهي بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جمدان سبق المفردون، السؤال: ما المناسبة في هذا الحديث بين ذكر الجبل جمدان وبين الذكر؟ المناسبة أنه يذكر لهم المسافة التي قطعوها، يذكر لهم المسافة التي قطعوها، ويتذكر بذلك أن الموحدين المفردون الموحدين أنهم سبقوا إلى الجنة، يتذكر بالسبق في السفر، السبق إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أحيانا عند شراء بعض الحاجيات التي تكال بالميزان يكتال البائع بالوافي ثم يزيد عليه، فهل نقبل هذه الزيادة؟ نعم، لا بأس، إذا طابت نفسه بذلك فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أخي صار عليه حادث والله أنقذه من الحادث، فأردنا أن نعمل له وليمة شكرا لله وحفلة صغيرة يرقص البنات الصغار على الدف، فهل هذا جائز؟ هذا شكر لله الحمد، وعمل الوليمة والسرور والفرح بذلك لا بأس، أما الحمد والرقص هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الصوم الجماعي؟ بدعة، الصوم الجماعي بدعة،
الصلاة الجماعية بالليل يتواعدون أنهم يقومون تال الليل ويصلون صلاة جماعية، ما هي بصلاة جماعة، جماعية يعني أنت تصلي بدارك وإلى يصلي بداره وإلى تواعدون، هذا ما، أو يقومون في مكان واحد وكل يصلي منفرد، هذا لا يجوز، هذا من البدع المحدثة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: المني الخارج بعد الاغتسال هل يوجب غسلا أو ينقض الوضوء؟ إيش؟ المني الخارج بعد الاغتسال ينقض الوضوء. نعم، الخارج من السبيل ينقض الوضوء منيا أو غير مني. نعم. هل يوجب إعادة الاغتسال؟ لا، إلا إذا كان وجد له لذة ودفق، وجد له لذة ودفقا هذا جنابة يغتسل، أما مجرد أنه يخرج بدون لذة هذا يوجب الوضوء فقط، يستنجي ويتوضأ. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل عقد على امرأة ثم توفي قبل أن يدخل بها، فهل يلزم الورثة أن يدفعوا المهر كاملا؟ نعم، لها المهر وعليها العدة ولها الميراث. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم تزيين موائد الطعام والبيوت وخاصة غرف النوم بالشموع؟ ما حكم تزيين موائد الطعام والبيوت وغرف النوم بالشموع؟ إذا كان هذا لحاجة الإنارة والإضاءة لا بأس، أما إذا كان باب التشبه فقط هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز الجمع بين واجب وواجب آخر، مثل بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ يغتسل للجنابة ويغني عن غسل الجمعة، يغتسل للجنابة لأن الجنابة حدث يحتاج إلى نية، رفعه يحتاج إلى نية، فينويه عن الجنابة ويجزي عن غسل الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن أدفع كفارة اليمين عن أمي بحيث أطعم 10 مساكين؟ يجوز، نعم يجوز أن تدفع ما وجب على أمك أو غير أمك، ما وجب عليها من كفارة سواء لليمين أو غيره، يجوز هذا بإذن الذي عليه الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أشكل علي الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج إلى الصلاة إلا وقت الإقامة، وبين ما جاء عن عائشة رضي الله عنها فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع حي على الصلاة قام كأنه لا يعرف منا أحد. يعني يقوم للصلاة في بيته، يقوم للصلاة في بيته الراتبة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز إنزال قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا على البدو اليوم؟ على من ينطبق عليه هذا الوصف من البدو؟ هم كل البدو، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ولكن الغالب على الأعراب أنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، فالأعراب ما هم على حد سواء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان علي كفارة يمين ولم أجد إلا 5 مساكين هل أطعمهم في يومين مختلفين؟ لا، ما تطعم، يبقى عليك 5، دور 5 ثانين ولا يبقى في ذمتك لما تجدهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: تقدم رجل حليق اللحية ومسبل الثوب ويسمع الأغاني ويشاهد المسلسلات إلى امرأة حافظة لكتاب الله وطالبة علم، هل لها أن تتزوجه أو تبحث عن غيره لأنها تقول ربما يستقيم فيما بعد؟ لا، إن تاب إلى الله ورجع إلى الله توبة صحيحة تتزوجه، أما أن تتزوج وهو على هذه الحالة لا، تقول يمكن يستقيم في المستقبل لا. نعم. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته زوجوه.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في مسألة الصلاة في المسجد الذي عنده قبر، ما حكم الصلاة في مسجد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الطائف؟ خارج المقبرة، خارج المسجد، الحمد لله، ومفصولة عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لأزواجه نصيبا من الغنيمة؟ لا أذكر شيئا من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. النساء ليس لها غنيمة، الخدم واللي مع العسكر والخدم والنساء إذا كان لهم دور في معاونة المجاهدين يرضخ لهم، بمعنى أن ولي الأمر يعطيهم شيئا في مقابل خدمتهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم الإيجار المنتهي بالتملك؟ هذا لا يجوز، صدر به قرار من هيئة كبار العلماء من 10 سنين أو أنه حرام ولا يجوز، لأنه جمع بين عقدين مختلفين، فلا يجوز هذا. وأيضا فيه استغلال للمحتاج والفقير، وأيضا السيارة ما يدرى ما تؤول إليه، هذا عقد على مجهول، ما يدرى ما تؤول إليه السيارة في المستقبل. نعم، فيها آفات كثيرة. نعم، فهو من صالح التاجر ومن ضرر المحتاج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج؟ يعني وقت الفتنة، الانشغال بالعبادة وقت الفتنة، هذا فيه فضل عظيم. نعم. أحسن الله إليكم. العبادة في الهرج. أي نعم، يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أي نعم، كهجرة إلي، هذا فيه فضل اشتغال بالعبادة وقت الفتنة، أن الإنسان يبتعد عن الفتنة يشتغل بالعبادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رأيت كتابين في أحد الأماكن التي يكثر العوام الجلوس فيها، وهما تهافت التهافت وتهافت الفلاسفة، فأخذتهما خشية أن يقرأها بعض العوام فيتأثر بها، هل علي إثم في أخذ هذين الكتابين، وماذا أفعل بهما؟ العوام ما هم زارين، ولو قرأوا ما هم مستفيدين منها شيء، لو بقاه أو شيء أو حمله كله سواء. ولكن وين صاحبهم؟ وين صاحب الكتابين؟ ابحث عن صاحب الكتابين، وإن كان ليس لهن أحد ضائعات وليس لهن أحد، فإنك تضعهن في مكتبة عامة من المكتبات الوقفية التي هي للمطالعة، يستفيد منها طلبة العلم الذين يحتاجون إليهما. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: في عقد المضاربة، هل يجوز للمضارب لجهده اشتراط مبلغ من المال مرتبا له مقابل أتعابه في الإدارة والعمل؟ لا، المضاربة أن يكون المال من واحد والعمل من واحد، والربح بينهما، الربح بينهما دون أنه يحدد مال كل منهما، وإنما يكون مشاعا، لك الربع، لك النصف، لك الخمس، مشاع قل أو كثر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: نبهت المؤذن في منطقتي بتسوية الصف في الصلاة لورود الحديث: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فقال لي: اجلس وتعلم عند المشايخ، ولم يهتم بتسوية الصف، وقال في هذا الحديث نظر، فما هو الصحيح في المسألة؟ اصبر عليه، ولا تترك النصيحة والتذكير بذلك، هذا جاهل، اصبر عليه وبينه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من كان عليه قضاء من رمضان ودخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي بدون عذر، فماذا عليه؟ عليه أمران: القضاء والكفارة، إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي أعم من الرسول، وكل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا. النبي هذا هو الذي يبعث بشريعة من قبله، وقد يوحى إليه في بعض القضايا وحيا خاصا، لكنه بشريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل بعثوا بالتوراة التي نزلت على موسى، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكمون بها المسلمين، فهم يحكمون بالتوراة، فهو أنبياء. أما الرسول فهو من يوحى إليه بشرع، يوحى إليه بشرع، ما هو يبعث بشريعة من قبله، إنما يوحى إليه بشرع، هذا هو الرسول، مثل موسى وعيسى ومحمد نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نجمع بين الصلاتين بسبب الغبار الشديد؟ لا يا أخي، لا، هذا محدث، الغبار الشديد هذا محدث، الجمع من أجله، ما ورد أنه يجمع للغبار، يجمع للمطر، للمرض، للسفر، هذه الأحوال التي يجوز فيها الجمع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الاشتراط أثناء الإحرام لمن ليس به وجع؟ غير مشروع، لأن الصحابة ما كانوا يعملون هذا، إنما عملته ضباعة بنت الزبير، بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عبد المطلب، لما كانت شاكية يعني مريضة، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، قال: حجي واشترطي، قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. إذا كان الإنسان في حالة يخشى أنه ما يتمكن من أداء النسك، إنه يحرم ويشترط. أما إذا كان سليما معافى ولا عنده أي عارض، فإنه يحرم، توكل على الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الأناشيد التي تكون دون مؤثرات وإيقاعات ولكن بأصوات جماعية؟ عندكم أم كلثوم، وعندكم ما تحتاجون إلى الأناشيد، ما خرابيط، ما تصلح لطالب العلم والإنسان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عقد لابنة أخي ثم بدا لأخي أن يفسخ العقد. يقول: عقد لابنة أخي ثم بدا لأخي أن يفسخ العقد، وقد قدم لهم المهر في هذه الحالة، ماذا يجب على ابنة أخي من أحكام؟ أعيد السؤال. يقول: سلمك الله، عقد لابنة أخي ثم بدا لأخي أن يفسخ العقد. أن يفسخ العقد، أن يفسخ العقد يعني يخالع، أن يخالع مع الزوج لرضا الزوج، إذا رضي الزوج أنه يأخذ الخلع والعوض يطلقها فلا بأس، أما أن الزوج يلزم بهذا ما يجوز إلا برضاه. نعم. أو حكم قاضي، إذا حكم القاضي بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ثبت أن العقيقة على الولد أو البنت توزع أو يدعى لها الناس؟ جائز أنه يدعو لها الناس، وجائز أنه يأكلها هو وأهل بيته، ولكن الأفضل يتصدق منها، الأفضل أنه يتصدق منها ولو بقليل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في مسألة البسملة عند الوضوء قال الإمام أحمد: لا يثبت في ذلك شيء، هل هذا يعني يصح الوضوء من غير ذكر البسملة؟ عند الإمام أحمد أن البسملة واجب من واجبات الوضوء، بقوله: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقول الإمام أحمد لم يثبت فيه شيء، يعني لم يصح منه شيء، لكن وردت فيها حديث كثيرة ضعيفة يؤيد بعضها بعضا، يؤيد بعضها بعضا. الإمام أحمد ما قال لم يرد فيه شيء، قال لم يثبت، يعني لم يصح فيه شيء.
والأحاديث الضعيفة إذا تكاثرت يعبد بعضها بعضا. ومن ذلك أخذ الإمام أحمد رحمه الله وجوب التسمية في الوضوء مع الذكر إذا ذكر، أما إذا نسي الوضوء صحيح. والجمهور على أن التسمية في الوضوء سنة، أنها سنة وليست واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم حضور النساء للملاعب إذا كان كما يقولون بضوابط شرعية بأن يخصص لهن مكان؟ الضوابط الشرعية هذه تحط كليشة بس، ما هنا ضوابط شرعية. الضوابط الشرعية أنها تبقى في بيتها، ما تروح للملاعب ولا تروح للحفلات، هذه الضوابط الشرعية. فإذا خرجت للملاعب فإنها خرجت على الضوابط الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا مساجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بيوتهن خير لهم، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. مساجد العبادة، كيف بالملاعب وكيف بالحفلات وكيف لا سيما وأنتم تعلمون ما يحدث الآن في الملاعب وفي الحفلات من المنكرات ومن السفور ومن الاختلاط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل طلاق الحامل شرعي وهل تنتهي العدة؟ نعم، إذا تبين حملها طلاقها صحيح. نعم. وهل تنتهي العدة بوضع الحمل أو بأطول الأجلين؟ بلا شك أن تنتهي بوضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.